بعد وقبل ثلاثة أيام عن المواجهة الإفريقية، دخل هذه المباراة أمام جمعية عين مليلة بذهنية حسم الأمور مبكرا وبأقل مجهود وأضرار، فكان له ذلك. فكل من حضر ملعب عمر حمدي كان شاهدا على شوط أول ممتع ومثير. الاتحاد دخل بقوة، وأول المحاولات جاءت في الدقيقة التاسعة برأسية محيوس التي جانبت القائم. دقيقة بعد ذلك عمل رائع من الجهة اليسرى بين بن خماسة ومزيان الذي ارتكب عليه الخطأ من قبل المدافع خودي حكيم. الحكم رضوان سيب لم يتوانى في إعلان ركلة جزاء ترجمها بن موسى إلى هدف السبق. هدف زاد من عزيمة أبناء سوستارا، فكانت هذه المحاولة من مزيان عبد الرحمن قبل أن يحرم القائم القائد شافعي فاروق من إمضاء الهدف الثاني بعد فتحة رائعة دائما من مختار بن موسى. المد الهجومي للاتحاد تواصل والفرص حضرت، لكن التوفيق والفعالية غابت، في حين الجمعية في هذه المرحلة الأولى اعتمدت هجوميا على الكرات الثابتة التي وجدت الدفاع ولم تشكل خطرا على مرمى الحارس منصوري. محيوس هنا حاول عن طريق التسديد، لكن المدافع حول الكرة إلى خارج الإطار. متعة أداء الاتحاد تواصلت، والدور هذه المرة يحين على شيتا الذي سدد بقوة، والكرة ترتطم بالعارضة وتنوب عن الحارس بوفناش وتحرم شيتا من إمضاء الهدف الثاني. في حدود الدقيقة الأربعين هجوم معاكس قاده بنقيث عبد الرؤوف، واستغل الخروج الخاطئ للحارس بوفناش ليعزز تقدم الاتحاد بهدف ثاني. الاتحاد لم يتوقف عند هذا الحد، بل تفنن، أبدع، أمتع وأقنع بهدف ثالث في الدقيقة الأخيرة من المرحلة الأولى، هذه المرة من محيوس، لكن الثناء كله والفضل يعود للممتع بن خماسة المتواجد في كل مكان على أرضية الميدان. مهاجم مدافع يكسر اللعب ويبنيه في الوقت ذاته. المرحلة الثانية لم تحمل جديد على مستوى النتيجة، وريتم الاتحاد انخفض لاقتصاد المجهود وتسيير اللقاء، في حين الجمعية حاولت العودة والتدارك وتقليص النتيجة بفرص لم ترقى إلى مستوى صنع الخطورة اللازمة على مرمى الحارس منصوري الذي كان في أرياحية تامة. الحمد لله اون بال فيكتوار، وين تشوف لي جوار كامل كانوا اون جروب، كنا حابين نربحوا سيرتو هذا الماتش، درناه بريباراسيون للدومي فينال لا كوب دافريك. ان شاء الله احنا نديروا اللي علينا باش نكاليفيو كوب دافريك ونفرحوا هذا الشعب ان شاء الله. نظن مدينا كلش في بريمير ميطون باش نلعبوا باريحيه دوزيام ميطون، كان على بالنا باللي لازم نكملوا على الماتش في لا بريمير مينوت ولا 30 مينوت باش من بعد يجينا سهله، اون بليس عندنا الماتش ديمونش هذا باش سي بور سا دوزيام ميطون كانت شويه الريتم، هبطنا شويه الريتم باش نخلوا هذاك الانرجي ان شاء الله للديمونش ان شاء الله.